طيب، الكلام دلوقتي على السوشيال ميديا كلام مهم جدا، لان بيتكلم في موضوع حيوي ومصيري ويفرق كتير على فكرة في المراحل اللي جاية. لان وقت ما حصلت الأزمة اللي افتلعها اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالشكوى للمحاكم المدنية والخروج من ساحة الرياضة الى ساحة اقسام الشرطة والمحاكم، من وقتها الموضوع عامل رد فعل كبير جدا وصدى كبير جدا، والنادي الاهلي كان ليه موقف رسمي وتحرك بشكل رسمي وبعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيقول له قم بواجباتك وصلاحياتك في هذا الملف، لان المفروض واقع زي دي حصلت داخل الملعب وتم اتخاذ فيها قرار ما ينفعش يتم اللجوء فيها للمحاكم المدنيه او للقضاء العادي خارج سلطات الاتحاد المصري، في مخالفة واضحة جدا للاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم. وبالفعل يمكن على مدار الفترة الماضية كان في تواصل ما بيننا مع المسؤولين في اتحاد الكورة، الموقف الرسمي هيكون ايه؟ هل الاجراء ده اجراء سليم ولا اجراء غير سليم؟ وقتها الاتحاد ما اعلنش رسمي، ولكن مصادر قالت ان الاتحاد احال خطاب النادي الاهلي الى الشؤون القانونية في اتحاد الكورة عشان تدرس خطاب النادي الاهلي وتشوف الموقف القانوني، هل تصرف لاعب بيراميدز يعتبر تصرف طبقا للوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد المصري ولائحه النظام الاساسي، ولا لاعب بيراميدز خالف اللوائح. مش هنقول الكلام ده حصل بشكل رسمي، ولكن احنا دلوقتي هنستعرض الاخبار المنتشره في العديد من المواقع الرياضيه الهامه قبل انطلاق الحلقه بوقت قليل جدا. قدامكم على الشاشة يمكن الوطن سبورت كتب وقال إحالة محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط بسبب حسين الشحات، وفي سياق الخبر والتفاصيل أن الاتحاد المصري طبقا لمصادر نشرت أو بلغت المواقع سواء في الوطن أو مواقع أخرى هنستعرضها دلوقتي، أن الاتحاد المصري قرر إحالة اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط لمخالفته لوائح الاتحاد الدولي واللجوء للقضاء المدني في واقعة حسين الشحات، هذه الواقعة اللي تم إصدار فيها قرار من اتحاد الكرة. وقدامكم طبعا الوطن، القاهرة 24 وموقع في الجول، وطبعا دي الصورة الشهيرة وقت الأزمة نفسها بعد ما تم التصالح داخل غرفة خلع الملابس في استاد 30 يونيو، والكل وقتها اعتقد ان الملف انتهى والقصة انتهت، خاصة في الفيديو ده او في الصورة اللي قدامكم دي، في الصوت اللي طلع من كلام محمد الشيبي كان بيعتذر لحسين الشحات وكان بيقول لحسين الشحات حقك عليا وما اقدرش اتكلم عنك او عن اسرتك وعن والدتك وعن زوجتك باي كلام مسيء وحقك عليا. الكلام ده كان صوت وصوره وكلنا سمعناه وكلنا شفناه، وفي وقت الكلام ده حصل قدام مدير الرياضي لنادي بيراميدز، والموضوع وقتها انتهى ما بين الاثنين. واتحاد الكوره لما نظر في تقرير المراقب وتقرير الحكام خد قرار بإيقاف حسين الشحات طبقا للائحة، إيقافه مباراتين، إيقافه مباراتين. شيبي لو كان عنده وقتها اعتراض على القرار كان يقدر يتجه إلى الاتحاد المصري يقدم مذكرة يقول فيها حيثياته، شايف إن العقوبة غير مناسبة، ولو الاتحاد ما جابلوش حقه يقدر يروح للاتحاد الدولي. ما أنت أصل أنت بتلعب في مجال رياضي، لو كل واحد حصلت معاه مشكلة في ملعب وراح للقضاء وراح لأقسام الشرطة الموضوع مش هيخلص. وفي حكام كتيرة ياما تعرضت لمثل هذه المواقف في المباريات، ولما كانت بتتجه لأقسام الشرطة كان اتحاد الكرة على طول بياخد موقف. ولكن أنا بتعامل بناء على الأخبار اللي قدامي، ويمكن الخبر ده حاليا ترند على السوشيال ميديا. الخبر ده اللي شفتوه على الشاشات على الشاشة دلوقتي من المواقع سواء من في الجول أو الوطن أو القاهرة 24، كل العناوين نازلة إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط لمخالفته لوائح الاتحاد الدولي واللجوء الى القضاء المدني. ده خبر موجود حاليا على كل المنصات وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي ومتصدر ترند حاليا دلوقتي في السوشيال ميديا. وقتها الموضوع انتهى وحصل صلح ما بين حسين ومحمد الشيبي واتحاد الكره اتخذ قراره. هل اللاعب لجأ للاتحاد المصري؟ لا. هل تقدم بمذكره تظلم من هذا القرار واللجوء الى الاتحاد الدولي؟ لا. ولكن كان ليه اتجاه اخر في مخالفه كبيره جدا، واللاعب ده لاعب دولي، محمد الشيبي لاعب دولي حاليا موجود مع منتخب المغرب في كاس الامم، موجود مع منتخب المغرب في كاس الامم، وتقدر النهارده لجنه الانضباط في الاتحاد المصري
تستدعي اللاعب للتحقيق معاه ويكون فيه اتخاذ اجراءات قانونيه معاه طبقا للوائح الاتحاد الدولي. ولو حسين الشحات شايف ان الاتحاد المصري ما جابلوش حقه يقدر يتجه ويصعد الى الاتحاد الدولي، يقدر يتجه ويصعد الى الاتحاد الدولي. انا عندي كلام كتير في الملف ده على فكره، وعندي حاجات قانونيه بس مش هتكلم فيها دلوقتي، حرصا على مصلحه حسين الشحات وحرصا على مصلحه لاعب النادي الاهلي. لكن في ثغرات قانونيه حصلت في الملف ده تحديدا، يقدر النادي الاهلي وحسين الشحات نجم النادي الاهلي يجيب حقه تالت ومتلت، لان الحق في الملفات اللي زي دي ما يعديش، الحق في الملفات اللي زي دي ما يعديش. في حاجات كتيره ممكن نتكلم عليها، وفي اجراءات قانونيه كتيره على وضعيه اللاعبين المحترفين اللي موجودين في بيراميدز في الفتره الحاليه في مصر، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، ملف ممكن نتكلم عليه بعدين، ملف ممكن نتكلم عليه بعدين. ولكن لما نشوف اتحاد الكوره ولجنه الانضباط طبقا للاخبار اللي منشوره دلوقتي على المواقع، هل بالفعل ستحدد موعد لجلسه استماع وستناقش هذا الامر وستتخذ قرار بناء على لائحه الاتحاد المصري ولائحه الاتحاد الدولي ولا لا؟ لكن كان مهم جدا النهارده في الترند ويكون معانا اول حاجه هذا الخبر المنتشر حاليا على كل المواقع الرياضيه الكبرى وصفحات التواصل الاجتماعي.